صباح الفل وصباح الجمال على مشاهدين برنامج دكان سارة. صباح جميل كله تحدي، مليان بشوية قوة وتحديات جميلة من ستات وشباب قد التحدي. خلونا نتعرف النهاردة على مبادرة مقدمة من النائبة ميسة عطوة، كتلة ستات وشباب قد التحدي على مستوى الجمهورية، ومعانا ومعاكم الدينامو العمل السياسي والاجتماعي في المبادرة أستاذة سعاد خطاب. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. ومعانا كمان أستاذة علا صقر، هي عضو الجمعية العربية أهلا وسهلا شبكة المرأة العربية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة سعاد، برحب بيك ومنوراني في صباحنا الجميل ده. أهلا يا دكتورة أسفر، أهلا بيك. خلينا نتعرف كده مع حضرتك على أهداف المبادرة ومميزاتها ودور حضرتك في المبادرة. أوكي. أنا كانت حياتي هادية جدا، وكان هو بيتي وأولادي زي أي ست مصرية بالظبط. جميل. وبعدين اتعرفت طبعا على، سمعت عن كيان تطوعي بقيادة النائبة، دايما بنقول لها ماما ميسة. ماما ميسة. كيان تطوعي كل هدفه تحقيق مبادرات سيادة الرئيس في تمكين المرأة المصرية وكل الاستحقاقات اللي احنا حصلنا عليها من سيادته. طبعا السنه دي الست المصريه فعلا نالت استحقاقات هائله جدا. وطبعا احنا دلوقتي بقينا في البرلمان عدد زياده جدا. جميل جميل. وده فخر لكل ست مصريه. مميزات المبادره ان هي قدرت تتكاتف مع جميع السيدات من جميع الفئات، وطبعا الشباب كونوا ايد بايد كده، ايد واحده، ايد قويه طبطب بيها على بعض، نشوف مشاكلنا، ننزل نواجه التحديات اللي موجوده. قد ايه المبادره دي مبادره رائعه؟ عرفيني اكتر بقى حضرتك دورك ايه في المبادره. احنا عندنا في الكتله مجموعه لجان، وعندنا قيم يعني قامات هايله جدا في معانا، زي السفيره سناء زايد، زي ام الشهيد الحاجه كريمه المليجي. تمام. معانا قامات يعني بدون طبعا ما الواحد ينسى حد. احنا في الكتله شعارنا الواحد للكل. جميل. والحكايه حكايه وطن. لما سمعت عن كلمة الحكاية حكاية وطن دي كانت دايما بتتردد قدامي كتير، فبحثت فيها لقيتها عميقة جدا. تمام. عملنا حاجات كتير، يعني الكتلة عندنا بتتكون من لجان. لجنة التدريب، لجنة العلاقات العامة، الإنسانية. لجنة المرأة طبعا اللي أنا طبعا بشرف بوكالتها، ولجنة المرأة برضو بشرف بوكالتها، وعضو في لجنة الطلائع. احنا كلنا فعلا كل واحد في الكتله دي دينامو بحد ذاته. نفذنا كل الاستحقاقات اللي الرئيس ادهالنا. طبعا شاركنا في الاستفتاء على الدستور. جميل. والانتخابات الرئاسيه. اهميه دور المراه بقى في المشاركه في الحياه السياسيه والاجتماعيه. بتبتدي طبعا من مبادره زي كتله ستات وشباب قد التحدي، ان احنا بتنزل المراه بنفسها توعي الجمهور وتوعي. احنا عملنا وقفه في يعني جامدة جدا عشان نساعد في تعديل قانون حضانة الطفل. جميل. كان فيه يعني كان فيه بعض نقول الظلم اللي هو بيبقى واقع على السيدات في قانون حضانة الطفل. احنا لما نزلنا مش عاوزين ظلم يقع على السيدات ولا على الاباء. احنا كل همنا هو مصلحة الطفل نفسه، في كمان عشان يخرج في بيئه سويه. المجلس القومي للمراه كمان. تمام. متعاون جدا في الموضوع ده، في ارقام اغاثه للاطفال اللي بيتعرضوا ما بين القهر وما بين الضرب. دكتوره مايا مرسي معانا قلبا وقالبا الحقيقه طبعًا. يعني واحنا تقريبا يعني الحمد لله، لان احنا الكتله تقريبا احنا بالالافات في جميع المحافظات تقريبا. يعني الجميل في كتله ستات وشباب قد التحدي ان هي لما الجمهوريه كلها، ولما جميع الفئات، ولما جميع الشباب، ولما رجال برضو. طبعا لما رجال برضو. حضرتك احنا عندنا عدد كبير جدا من الشباب ومن الرجال معانا في الكتله، وبيساندونا ومعانا في كل المبادرات. احكي لي بقى حضرتك عن مبادره مميزه انا عارفاها بس عايزه اسمعها منك قدمتيها في الكتله. مثلا احنا عملنا المبادره بتاعت الارشاد الاسري.
جميلة. طبعا احنا عايزين نحد من نسبة الطلاق اللي هي موجودة دلوقتي في المجتمع. في المجتمع. طيب ارتفاع نسب الطلاق ما بين الفئات الأصغر سنا، يعني احنا لو لاحظنا في الأرقام هنلاقي ان الفئات الكبيرة ما فيش نسب طلاق مرتفعة، الفئة الأصغر سنا شوية اللي هو الفئة ما بين ال 20 وال 30 مرتفعة جدا، ويمكن كمان مدة الزيجة اقل. يعني عايزين نعرف ازاي المبادره قدمت المساعده للتاهيل للشباب قبل الزواج. احنا دلوقتي في الكتله عاملين مبادره الارشاد الاسري ديت، ومعانا كمان شباب صغير مقبل على الزواج، بنديهم توعيه احنا عايزين يعني نطلع باسره. الأسرة دي هيطلع منها شباب، وهيطلع منها نائبات مستقبل، وهيطلع منها وممكن يطلع منها رؤساء. لازم برضو أسس التربية. طبعا أسس لازم التربية يطلع. ازاي طبعاً تربي أطفالك. الجو الأسري السوي بينشأ منه ناس بتبقى فعلا قد المسؤولية يعني. فلازم نهتم فعلا بالأسرة دي، أهم حاجة دي الوطن الصغير. كنت شايفة كده في إيفنت ليكم كان قد إيه كان جميل، وانتوا بتدوا أسس اختيار الزوج السليم أو الزوجة السليمة، بناء على إيه نختار الزوج او الزوجه؟ ما هو انت بتختاري اختيارات خاطئه فبتنتج بعد كده ان بيحصل طلاق، لانك صحيح اهدافك او رؤيتك للحياه الزوجيه بتبقى رؤيه خاطئه فبتتصدمي بالواقع، فبعد كده نبتدي نحصل على نسب طلاق مرتفعه. ده حقيقي. يعني انا مثلا هتكلم عن نفسي، انا يعني الحمد لله ربنا اكرمني بزوج صالح ما شاء الله. ولما انا دلوقتي حياتي زي ما قلت لحضرتك كانت هاديه جدا، ولما انضميت للكيان بتاع الكتله هو دعمني جدا. يعني ده خلاص ولادي كبروا فاصبح عندي وقت، وانا بدعو كل ست مصريه خلاص انت بتأدي رسالتك لبيتك واولادك، خلاص اصبح عندك وقت ان انت ممكن تدي بقى بلدك وتخدمي اسر تانية محتاجه خدماتك، او ان انت تفيديها بخبرتك، مفيش مانع. انضميت للكتلة وهو دعمني جدا وبينصحني ونصايحه دايما سديدة الحقيقة. يعني بصي احكي لي عن موقف أثر فيكي، تأثرتي بيه وأثر معاكي بالنسبة لزوجي. يعني بالنسبة لزوجك وبالنسبة للحياة المجتمعية اللي حضرتك شاركتي فيها. يعني أنا زوجي دلوقتي طبعا ما بكونش ده معاه متواجدة معاه زي ما كنت في الأول. فهو يعتبر يعني تنازل عن جزء من حقوقه طبعا يعني وكده، وشال معايا في المسؤولية بتاعته. جميل مشاركة الزوج اللي هو يبقى مؤمن ان السيدة ليها دور في العمل الاجتماعي وتنزل وتشارك، ده جميل. يعني هو دلوقتي دعمه دوت هو سبب نجاحي دلوقتي، انه شال معايا في المسؤولية ونصايحه، واكيد بيفتخر بيا يعني دلوقتي. استاذة علا، شبكة المرأة العربية برئاسة المستشار معتز صلاح الدين، خليني برضو أتعرف مع حضرتك على دورك في شبكة المرأة العربية، وخاصة أنك لسه منضمة حديثا لكتلة ستات وشباب قد التحدي. فعلا حقيقي، وأنا تقريبا أول مرة أطلع لايف، فيعني نورتيني. بصي هقولك حاجة، أنا عندي مبادرة خاصة بالشبكة، أوكي، يعني تابعة للشبكة. الناس اللي عدت سن الستين بدءا من حاجة وخمسين لستين، انا رافضه فكره ان هم يقولوا الحياه انتهت على كده. جميل. اوكي، رافضه احساسهم بالوحده، وبعد اما كان عطاء جامد قوي اصبح ان كل اسره في مشغولياتهم، مجرد ما اولادنا بيكبروا شويه بيبقى ليهم حياتهم الخاصه، الاطفال او الولاد بينشغلوا، بيبقى عندهم احتياج بقى للحفيد وفين الحفيد. تمام. وعبل ما الاسره بتتجمع ممكن يبقى يوم في الاسبوع مثلا. بالظبط، هو ده بالظبط. فبتبدا الام تحس بايه، انها خلاص هي قاعده لوحدها وقاعده. احنا بقى في النقطه دي في المبادره بتاعتي قلت ان المفروض لا، احنا هنستغل ده كويس قوي، لان هم كوادر جميله قوي وقيمه عاليه، فاحنا المفروض ان احنا هنستغل خبرتهم وسياساتهم في حياتهم، ونتكاتف بقى كلنا ستات قوه واحده. بالظبط بالظبط. احنا بقى انا المبادره بتتكلم على ان المفروض يبقى لهم يوم ترفيهي، وتبدا الحياه من الستين مش تنتهي عند الستين بالنسبه للست المصريه او العربيه عامه. يعني شبكه اعلام المراه العربيه هي في 18 دوله عربيه. تمام. فبنخدم المراه في كل الدول دي. اوكي، انا بالنسبه لي بقى شفت المبادره بتاعتي، انا كنت بقعد مع جدتي وهي صغيره، كنت واجن اما باجي ماشيه من عندها ببقى حزينه جدا ان هي قاعده لوحدها. دايما ارتباط الجد والحفيد بيبقى ارتباط، يعني اقول لك ايه، عايزه اقول لك فعلا بيغير حياتك كلها. بتبقى يعني انا
تقريبا من وانا 16 سنه وانا عندي الهدف للنقطه دي، اني انا اعمل دار مسنين مش الدور هو العاديه ده كان اللي المتعارف عليها اصلا في المبادره، ان ايمانك قوي ان احنا كشباب او كسيدات موجودين في المجتمع انا ما ينفعش ابقى قاعده كده، احنا ممكن كلنا نتكاتف بالزبط. وحتى كمان ممكن الايتام كمان، يعني ممكن اطفال الايتام يروحوا لل احنا عندنا لكبار السن. عندنا عاملين زيارات لدور المسنين ودور الايتام دي عندنا لا. عاملين المبادرات ديت وعاملين فيها شغل جامد جدا. لا احنا ممكن نعمل زي الفكره، انا مش عايزاها بشكل تقليدي. زي مبادره يعني ما بين الايتام اللي هم مفتقدين حنان الاب والام تمام. وما بين كبار السن اللي هم مفتقدين برضو فكره ان حد يسال عليهم. الله لو عملنا مثلا يوم ليهم كلهم يبقى اجتماع ليهم، يعني نخرج ويوم ترفيهي ونتكلم يعني ونتكلم. انا هقول حاجه كانت الاستاذه سعاد بتتكلم على الاسره وترابط الاسري ونسبه الطلاق اللي عليت قوي طبعا. هي عليت ليه؟ لاننا ما بقيناش ناخد خبره الناس الكبيره دي. صحيح. احنا لو اخذنا خبرتهم، لو خصصنا يوم تبقى ندوات بالنسبه لهم، مش بس تبقى دور المسنين، انها ناس اتحطت وقاعدين يونسوا. لا انا عايزاها تبقى ونس وتبقى ترفيهيه، وحتى في ناس قالت هتساند ده وشبكه المراه العربيه كمان بتساند ده بجهودها الخاصه. اني يبقى لهم يوم ترفيهي، يوم رحلات ليهم، والحمد لله سياده الرئيس مهد لنا الطرق ان احنا نقدر يعني يطلعوا رحلات والكلام ده بدون اي مشقه، يعني بدات الحكايه تبقى اسهل كتير عن الاول. تمهيد الطرق وشكلها الجميل دلوقتي اللي سهل معاهم هيساعدوا في كده، يعني بالظبط. احنا عايزين التواصل ما بين الاجيال، تواصل الاجيال ماشي. يعني انا عايزه بنتي لما تقعد مع جدتها هتختلف غير لما تبقى مع اصحابها ومجتمعها هي بس. وبرده كمان لما اتكلمنا عن مبادره الارشاد الاسري، يعني الستات زمان كان عندهم ازاي توفر وازاي تدبر وازاي ما نشتريش من بره، وازاي لو حاجه قديمه ان انا اصنعها تاني. عندنا في الارشاد الاسري احنا عاملين ازاي تختار الزوج اصلا. جميل. يعني ازاي هي في الاصل تختار الزوج الصح علشان يعني تفوز بحياه امنه وسلسه وصحيه نفسيا وكل حاجه. يعني فعلا دي مهمه جدا، تبادل الخبرات حاجه طبعًا مهمه قوي طبعا. لان ما هنيجي بس تبادل الخبرات، انا فاكره كويس قوي احنا دلوقتي بقينا بنستسهل الدليفري، بنستسهل ان احنا نصنع الحاجه. جدتي زمان ليها حاجاتها اللي بتعملها وطريقه توفير معينه والاكل الصحي وكل حاجه، احنا ليه بقى هنركن ده على جنب؟ لا انا عايزه ان احنا ناخد ده نستفيد منه. الناس دي ناس عظيمة وصلت لمرحلة كويسة من السن اللي تخليها عندها الخبرة في الحياة اللي تقدر تديها لنا. يعني أنا عايزة أقولك على حاجة، ليه ما يبقاش في كورسات منهم للجيل الأصغر اللي هو الأحفاد الحفيدات، إن يرشدوهم بإرشاد بشكل معين. هتلاقي الحياة اختلفت، مشاكل أسرية اختلفت جدا والله. إحنا بنناشد المجلس، نسب الطلاق هتقل وقتها حقيقي. إن أنا دايما بقول الفراغ دايما هو أساس قاتل. قاتل أساس كل المشاكل هو الفراغ فعلا. يعني أنا وأنا مع حضرتك دلوقتي في عندنا في المقر هناك في الكتلة دلوقتي إدارة المشروعات، لجنة إدارة المشروعات في دلوقتي واخدين الفتيات اللي هم يعني خدوا نسبة مثلا من التعليم قليلة او انهم عندهم وقت فراغ او عاوزين يزودوا دخلهم ايا كانت، يعني بنعلمهم دلوقتي في قص بقى باترون وخياطه جميل وتدريب. جميل. دلوقتي شغالين دلوقتي. ايوه تعليم المهن الحرفيه ده مهم جدا. مشروعات دلوقتي احنا عاملين اداره المشروعات دي دلوقتي لجنه اداره المشروعات دي دلوقتي محو اميه، التعليم اللي هي مشروعات صغيره بندعمهم، وكل ده بجهود ذاتيه من الكتله. ما احنا ما عندناش اي تمويل خارجي ابدا، كل ده جهود ذاتيه مننا احنا. من اجمل الحاجات اللي عجبتني في الكتله فكره ان احنا مش هنعتمد على حاجه من بره، احنا هنكفي نفسينا، احنا اللي هنزود الدخل بنفسينا، احنا اللي هننمي قدراتنا. يمكن سمعتي على اخر حاجه دلوقتي ان احنا في غرفتين في بهيه مهداه من الكتله، غرفتين كاملين مهداه من الكتله البهية. وبرده كمان في محافظه بني سويف كانوا مهدين 8 حضانات مستشفى بني سويف وسراير واجهزه طبيه ما هو ده جميل لما بنقول ايد على ايد تواجه كل التحدي. هو احنا بنشد بعض في المواقف، ده حقيقي، بنطبطب على بعض في المواقف وفي الحياه. صحيح. ده الحلو فيها، اللي هو احنا مش هنقعد نستنى حد يجي. انت عارفه يا دكتور امبارح بالليل كان ايه اللي شغال؟ كان في على برنامج زوم ماما ميسة عملت يعني مداخلة مع لجنة الطلاق عندنا في زي نظام برلمان صغير
والولاد عندنا في اللجنة قد إيه أنا مبهورة بهم بيتكلموا وهم بيسألوا أسئلة واعية كبيرة على سنهم. والإعداد إيه بقى للبرلمان؟ مش إن أنا أطلع برلمانيات أو برلمانيين، لا أكيد. إن أنا حتى لو هنتخب زي ما ماما سألت لهم كده، لو أنا هنتخب برلماني هنتخبه على أساس إيه؟ تنمية على أساس اتخاذ واعي. القرار، يعني سواء كنت هطلع برلمان ازاي تاخد قرار وتتخذ ازاي قرار، ازاي انا اختار على اساس تختار إيه؟ طبعا حاجه كانت مشرفه جدا جدا، وكنت مبهوره وفرحانه جدا ببرنامج زوم ده، وماما ميسه كانت معاهم جميله، وطبعا رئيسه لجنه الطلائع استاذه رضا عفيفي، كنت مبهوره خالص بالولاد وهم بيسالوا اسئله راقيه وواعيه حقيقي. احنا شغالين على لجنه الطلائع عندنا دي عشان فعلا نطلع جيل فعلا واعي ومثقف وكمان متحمل مسؤولية. دور لجنة تنمية المهارات البشرية اللي عندكم دور فعال قوي، ان هي بتعرف تنمي دفاعية الناس اللي موجودة ان هي ازاي تكمل في العمل السياسي والاجتماعي بشكل مظبوط. لجنة التدريب برئاسة الدكتور محمود الديب طبعا حاجة جميلة بصراحة. يعني انا عجبني فكرة قوي ان هو بيعمل الايفنت بتاعه على اسس، ازاي انمي دفاعية المشاركات، ازاي اعرفهم دورهم، ازاي كمان الاطفال يتنموا على اتخاذ القرار، فنون التواصل، قوة شخصياتهم وثباتهم في الرأي، ده مش هيجي من فراغ، لازم فعلا يبقوا متدربين كويس على ده من صغرهم، فدي حاجة جميلة يعني. طبعا دي حاجة جميلة عندكم فعلا. برضو احنا كده ما اختلفناش في نفس النقطة، ان الأجيال الكبيرة هتربي لنا الأجيال الصغيرة، فهنطلع بنمط كويس، في نفس الوقت احنا لازم نديهم حقهم. هو تواصل الأجيال بيبقى الجيل الصغير عنده الخبرة، ما عندوش الخبرة بس عنده المعرفة أو عنده التعلم. هو دلوقتي عنده المعرفة بالأكتر عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الإنترنت، لا برضو، لكن الحاجات الاجتماعية فهي فعلا مع الجد والجدة هي الخبرة. يعني بقول تواصل ما بين التعليم، التواصل ما بين التعليم وما بين المعرفة اللي واخدها الجيل الصغير كورسات وكمبيوتر وكده، وما بين الخبرة للجيل الأكبر، احنا كده ممكن نخلق مجتمع. احنا بقى عايزين ان هم كمان، بصي هم ادوا كتير قوي أكيد. على مدى اجيال ادوا، فاحنا عايزين نكافئهم دلوقتي. فاحنا هنكافئهم ازاي؟ ان يكون ليهم يوم ترفيهي، تكون دور المسنين ما تبقاش الحاجه المعتقل بالنسبه لهم، تبقى بالنسبه لهم هم اللي حابين كمان يبقوا موجودين. رحله العطاء عندهم لازم يحسوا ان هي مستمره. يعني دايما كبار السن المشكله عندهم اللي بتأدي للاكتئاب، ان هو بيقول لك انا خلاص انا ما عنديش دلوقتي حياه، اصل انا ولادي سابوني. كون ان هو يحس ان هو عنده لسه امل في الحياه وهيدي حياته الخاصه تبقى حياته بتبدا، يعني هو خلاص كل المشاغل اللي عنده وكل الحاجات الحمول اللي كانت عليا خلاص المفروض ان هي انتهت معايا، فالمفروض ان هو هيبدا من جديد بعد الستين. يعني فعلا البدايه ممكن الواحد يبدا حياته بعد الستين، يبدا في رياضه معينه، يبدا في رحلات. هو ده اللي حصل معايا، يعني انا حياتي بدأ يعتبر انا حياتي في العمل الخدمي، يعني ممكن يقولوا ان هي بدأ متاخر، يعني يعني انا بدأ في الخمسين. طب انا خلصت، انا كل ست مصريه فعلا دي دعوه ليها، خلاص انت اطمنتي على بيتك واولادك وكده، خلاص ما تموتيش نفسك، اندمجي بقى في العمل الخدمي عشان تعملي حاله الانتاج. انا مريت بخبرات اكيد انت لسه هتمر بيها، الافضل بدل ما تقعي في المشكله وترجعي تقولي اعمل الحل ازاي، لا حضرتك خدي الخبره وزودي عليها المعرفه اللي عندك. واللي عنده خبره يدي غيره اكيد، يعني يدي غيره. العمل الخدمي دوت ما بينتهيش ما بينتهيش، وفي اي سن زي ما الاستاذه تفضلت كده، يعني هي ممكن في سن الستين بخبرتها تفيد الاجيال اللي هي طالعه بعد كده. فانا برجو كل ست مصريه حياتك ما بتنتهيش بمجرد ان ولادك كبروا. على فكره بنقابل نماذج كل يوم كتير جدا تقول خلاص انا عايزه ايه من الدنيا، خلاص انا قاعده ولادي اتجوزوا او كبروا او اشتغلوا او سافروا، وهي بتبقى قاعده بتمل من الوحده وبتمل من الزهق. ما هو ده دورنا احنا بالظبط كده، دور كتلة هو ده بقى اللي انا بطالب بيه في المبادره، في جزء بطالب يبقالهم حياتهم اولا لما يطلعوا رحلات ويشوفوا الدنيا ويشوفوا مصر بحقيقتها دلوقتي بقت اجمل سبحان الله، يعني فيلفوا ويشوفوا اللي ما قدروش يعملوه ولادهم صغيرين وهم لسه على عاتقهم،
حمل كبير قوي، لا دلوقتي الحمد لله الحمل ده بيبدا يخف في السن ده، فبيبداوا يعيشوا حياتهم ويبداوا في الرياضه ويبداوا في القرايه ويبداوا في النشاطات، ويبداوا كمان اللي انا عايزاه ان هم يحاولوا يدوا كورسات للناس الاصغر. تبقى في ندوه بتتعمل كل فتره في دور المسنين، وتجمع ما بين الجيلين على اساس ان احنا ناخد خبرتهم، ما تبقاش وقفت في حته معينه. استاذه سعاد، انا عارفه ان حضرتك عضو جميل ومشاركتك الجميله مع جمعيه سر الحياه، سحر الحياه مع دكتوره مها نور، او المحاربه مها نور. انا بصراحه من خلال برنامج دكان ساره انا بوجه لها كل التحيه وكل السلام على محاربتها، لان انا متابعه ليها، هي محاربه رائعه في مرض السرطان. عظيمه وما شاء الله على نشاطها، يعني طبعا انا بقول يعني أوي. ازاي هي فعلا بتقدر تعمل كل ده وفعلا الدافع. سنها صغير، هي عندها دافع، انا هواجه كل التحديات سواء كان مرض سواء كان صحيح. مشاكل مجتمعيه، علشان انا ليا دور لازم يبقى باقي حتى. ده حقيقي. يعني دكتورة مها نور طبعا بطلة من بطلات محاربة المرض اللعين دوت، وأكتر واحدة طبعا يعني حست بألام اللي حواليها، عشان كده هي وهبت حياتها ووهبت نفسها لخدمتهم. يعني مرتبطين بها ارتباط غير عادي غير عادي، وهي تقريبا موفرة لهم تقريبا كل حاجة بصراحة. يعني برضو ما ننساش برضو نشكر طبعا المستشاره الاعلاميه الفنانتنا العظيمه وفاء سالم، جميله طبعا ماسكه جمعيه سحر الحياه، دايما مشاركه في جميع المشاركات المجتمعيه اللي بتخص من النوع، دايما موجوده في كل المشاركات. جميله، وتعامل ببساطه وتواضع مع كل البطلات. ويعني فعلا يعني ربنا يبارك لها حقيقي، يعني انسانه عظيمه فعلا. يعني ده نموذج للفنان، اللي هو مش الفن هو واخده بس، الفنان مش بيمثل او بيغني او لا، لازم يبقى له برضو دور في المشاركه المجتمعيه، وهي فعلا خير مثال على كده حقيقي. يعني دور الاعلام في تاثيره على رؤيه الست المصريه الفنانه العظيمه وفاء سالم، هي كانت مبادره جميله منها ان هي بتقول لا احنا كاعلاميين احنا ممكن نغير الافكار، هو مش بس قاعد عمال يمثل وخلاص. صحيح. لا ده مشارك وبيشارك بقوه مع زي محاربات السرطان وغيرها. انا صحيح. عارفه ان ليها مشاركات جميله جدا خيريه. حقيقي فعلا. وطبعا دكتوره مها عامله مبادره زراعي خط احمر، انا بحييها جدا، وخدت براءه الاختراع عليها، بحييها جدا يعني بصراحه. ورحت معاها طبعا في المستشفيات، وهي بتنزل وتقعد توعي البطلات وتشرح لهم يعني ايه الدراع ما نستعملوش. جميل. يعني ايه ناكل، ايه يعني ايه نتصرف ازاي، يعني الدعم نفسي هايل هايل منها حقيقي. يعني ربنا طبعا يعني يديها الصحه ويبارك لها. طيب معانا مداخله نشوفها، استاذ عادل الشيخ. اي فندم. السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، منورني بمداخلتك. احنا سعداء جدا بالبرنامج الجميل والصحبه الحلوه دي. ستات قد التحدي. شباب. شباب. انا عندي 67 سنه. ما شاء الله. كنت طول عمري بقى مستشار بقى والقصه دي، وما بنبقاش طول حياتنا عارفين ان احنا نطلع رحلات ولا نشوف مصر ولا اي حاجه خالص. ومدى الجمال اللي في مصر، يا مصر حلو قوي، فيها اماكن جميله، ورونا اماكن، وفعلا المعز اللي في نص البلد. احنا ما حاجه جميل، يعني وريتنا مثلا مش عارف حاجه كده، مسجد قولون ومش عارف السلطان، حاجه جميله قوي، ونشوف في نص البلد احنا ما نعرفش احنا حاجه، احنا كنا طول حياتنا بنشتغل مش فاضيين. هي حتى بتبدا اللي هي يعني معتمدات حياتها، تحتاج ان الحياه تبدا بعد ال 60، حياه جديده يعني بعد ال 60. جميل قوي. والله احنا بعد ال 60 ده هنبدا بقى نشوف مصر ونتمتع وندي لاولادنا خبرات وتجارب السنين. فهي والله يعني حاجه جميله جدا، ويعني والله انا بشكرك جدا عليها. والله ده حقكم علينا، ده حقكم علينا. طبعا رد جميل، ربيته وعلمته وكبرته، فحقكم علينا ان احنا نبقى دايما معاكم. طبعا هيبقى لنا برامج كويسه،
هتفيد فوق سن ال 60 هتفيدهم جدا. مره صحارى ومره شارع المعز، ويعني انا عايز اقول لحضرتك والله استمتعت في اليومين بطريقه شكرا جدا لحضرتك يعني بمداخلتك ودايما احنا هنبقى معاكم ان شاء الله. لا وان شاء الله في الاكتر من كده في المرحله اللي جايه ان شاء الله. احنا عملنا حفله يوم اليتيم عملناها في المعز. الله جميل. عملنا مسرح ولجنه الطلاق عندنا وخدنا الاطفال من دور الايتام. جميل. ورحنا ورحنا دور رحنا بيهم للمعز. الحقيقه انا اللي سعيده وفخوره ان انا قاعده مع عظيمات مصر وستات وشباب قد التحدي، وليه الفخر ان انا يعني طبعا في الكتله معاكم تمام، ودائما يا رب من تقدم من تقدم، ودايما نشوف مبادرات جميله منكم. ربنا يخليكي يا حبيبتي. استنونا ما تروحوش في اي حته، معانا بعد الفاصل مكملين مع ستات قد التحدي. ورجعنا لكم ومكملين مع ستات قد التحدي، بس المره دي بقى شويه فنون الهاند ميد وملكات الهاند ميد. معانا ومعاكم الجميله استاذه هبه عبد العزيز. ازاي حضرتك؟ فيك اهلا بك يا ساره. جميل قوي ابداعاتك، انا من عشاق الهاند ميد بصراحه. ربنا يخليك. يا والله كانت هوايه يعني وانا صغيره. كنت بقعد اعمل حاجات في الاكسسوري بتاعتي او اغير فيها او كده، او مثلا يبقى عندي جيب اعمله بنطلون. بدات معايا بقى بعد كده لما جبت بنوتي الصغيره ايسن، اللي هو الجروب على اسمها. اسم الجروب على اسمها ايسن. اسمه ايسن اكسسوري. دي بقى تفائلت بيها يعني، فساعتها بدات الجروب. هي اللي بشرتك انك هي اللي اختارت الاسم معايا يعني بالظبط يعني كده. يعني ابتدت معاكي الابداع بتاعك او ابتدى معاكي الهوايه من وانت طفله. بالظبط كده. طعمتي الهوايه دي بشويه مثلا تعليم او شويه كورسات او كده؟ ممكن دورات او كورسات. هي هوايه اصلا في الاول وفي الاخر يعني، بس اكيد طبعا اي هوايه بتبقى مع الاتقان او مع الدورات بتبقى متقنه اكتر يعني من الاول. قولي لي بقى، هي ترى واجهتي شويه صعوبات كده وانت بتشاركي بعملك الابداعي ده في الحياه؟ اكيد طبعا. الاول ما كانش حد عارفني، ما كانش في حاجه يعني، ما كان الجروب ما فيهوش حد. بدات اول حاجه عملت اوبن دي الاول في النادي. حلو عندنا. الاصرار. تحياتي للاصرار والعزيمه. طبعا الاوبن دي يعني الحمد لله سمع جامد يعني. بعدين بقى لقيتهم بيدعوني المجلس القومي للمراه. شاركت في المجلس القومي للمراه في الهاند ميد في معارض كثيره. طبعا تحت رعايه يعني القائده نرمين، استاذه نرمين محمود مقرره المجلس. جميله ورائعه. طبعا هي طبعًا كمان بتتمنى قوي اللي هو دور المراه ازاي ان هي تشارك باقل حاجه. كانت بتشجعنا وكانت يعني واقفه جنبنا الصراحه مع المحافظ وقتها كان المهندس شريف حبيب. ساعتها عملنا معارض كتير في حديقه النصر وفي بني سويف وفي النادي الرياضي. كمان عملت، انا عارفه ان هي عملت مبادره تدريب بالفتيات لممارسه. بالظبط كده. دربت برضو تبع المجلس القومي للمراه، ودربت رائدات برضو على ازاي ان احنا يعني نعمل مشروع او نعمل حاجات هاند ميد بادوات بسيطه يعني، نبدا ازاي المشروع بحاجات بسيطه يعني. وبرضو انا كنت شايفه ان انتوا مهتمين بفكره التسويق، ازاي بعد ما تصنع الحاجه نبتدي نسوقها، ازاي تختار الخامات باقل الاسعار، تجيبها منين. كانت مبادره حقيقي رائعه. ايوه. وبعدين شاركنا صراحه في معارض كتير، وشاركنا برضو في برضو تبع السياحه. كلموني التشجيع ساعتها، كان في دعوه لتشجيع السياحه الداخليه. جميل. كانت بتيجي افواج من نادي الشمس او من نوادي مختلف النوادي يعني محافظه بني سويف، فساعتها رشحتني استاذه رانيا عزت مدير اداره السياحه. جميل. في المحافظه وساعتها شاركت. ومؤخرا كده برضو كان في افواج بقى سياحيه اجانب، كان في فوج نمساوي وفوج الماني برضو. قولي لي بقى، فكان من ضمن الفقرات بنعرض لهم. اما بتيجي تعملي الكولكشن بتاعك، سواء كنت هتبادري فيه مثلا في مبادرات سياحيه الاجانب او هتبدري فيه هنا في القاهره، هل بتختلف الماتيريال او بتختلف الديزاين بتاعك او بتختلف من ايه لايه؟ هي كل واحد بيختلف على حسب طبيعته وشخصيته يعني. في مثلا حد بيحب الحاجات السيمبل الرقيقه البسيطه. في حد تاني بيحب لا الحاجات العادي اللي هي الكبيره. السياحه عاده بيحبوا الحاجات يعني اللي هي السيمبل. بالظبط. وتاخد الطابع الفرعوني والطابع الشرقي كده. كنت بتاعنا ميداليات فرعونيه وحاجات كده كتير، وخلاخيل وحاجات زي كده كتير.
وفي ناس تانية مش بيفرق معاها الماتيريال، اللي هي بيفرق معاها بس ان هي عايزه مجرد اكسسوار هتحضر بيه مناسبه او كده. في ناس تانية بيفرق معاها الاحجار، الاحجار طبيعيه ولا مش طبيعيه، الاحجار الكريمه. بالظبط كده. في الاحجار الكريمه دايما مرتبطه بالطاقه والابراج، يعني دايما يقول لك انا برج الاسد، فيا ترى اختار حجر شكله عامل ايه. أيوة. يقول لك وبتجيب الطاقه الايجابيه. ايوه بالظبط كده، طبعا مرتبطه بالابراج، زي مثلا برج الاسد ده برج ناري، بيحب برج بقى الأسد. الالوان برج الاسد بيحب الالوان اللي هي المطرقعه، الاورنج الاحمر كده. في مثلا برج الحوت، برج مائي بيحب مثلا الفيروز، اللولي مثلا. انا في الفيديو اللي هينزل بعد شويه في برضو علامه برج الحوت عاملاها في حجر فيروز، برضو كانت دي واحده عميله طالباها برضو عاملاها لها مخصوص. لا هو يعني برج الحوت مميز، وخاصه يعني جنى له عمرو دياب خلاص. ايوه صح خلاص. طيب نشوف الفيديو مع حضرتك. مش اتفضلي. رائع جدا دمج الأحجار الكريمة بالفضة، وخاصة اقتناع كتير جدا انها بتجلب الطاقة الإيجابية، واهتمام بعض الأبراج، البرج الناري ياخد شوية أحجار منورة كده شوية، البرج المائي يحب الأحجار الهادية. أيوة بالظبط كده. أكيد جالك بعض العملاء بتهتم بالموضوع ده قوي. بالظبط، بيحبوا الحاجات اللي هي تبقى فضة فضة مش داخلها أي حاجة. يعني بيدمجوا معاها الأحجار دي، ناس يعني بتعشقها أساسا، بتعشق الفضة. زي إيه كده بقى عندنا هنا؟ لا هو حاليا هنا مفيش حاجه فضه، هو ده مثلا ده كده لولي مايورك. مايورك ودي دلايات بتبقى مطليه بلاتين، ودي وده بقى اللي في اللصوص اللي فيها ده لولي طبيعي، ودي احجار اسمها احجار ماركيزيت. تمام. جميل. في حاجه زي كده برضو التصميم ده بتبقى دلايه جلد فيها فصوص ماركيزيت، دي سلسله مثلا. وده الانسيال. ده انسيال، او انا بعمله سلسلتين فوق بعض يعني، او انسيال بلفه دورين يعني. انا بحب ايه الحاجه ممكن استخدمها في كذا استخدام يعني، ممكن سلسله اعملها سلسله وانسيال اللي هو يتلف في كذا دور. يطلع الاثنين مع بعض. بالظبط. وده مثلا الخاتم بتاعه. بالظبط كده. ايه ده مثلا هنا انا عامله بقى اللي هو ده طبعا حجر عقيق. إيه عامله معاه ده بقى لولي المزارع، اللي هو طبعا اعلى من لولي المايورك اللي هو يعتبر اللي هو بعد لولي الطبيعي على طول يعني. لولي مزارع ده بتبقى تكلفته عاليه شويه يعني، بيعمل في عملاء بيفضلوه، في عملاء بيفضلوا لولي مايورك بتبقى تكلفته اقل شويه يعني. في ده مثلا ده برضو حجر عقيق مع دلايه عقيق كلها صافي، والعين اللي في النص دي برضو عين ماركيزيت. جميله. في ده بقى ده كده برضو لولي مايورك، ده في داخله فواصل كريستال. الله. والدلايه هندي. الله. خلينا نشوف شوية كده من مشاركات حضرتك. اتفضلي. تمام. خلينا بقى نشوف كده، قولي لي الصورة. دي كان معرض تبع المجلس القومي للمرأة، كان في نادي الأطباء، حضرته النائبة ساعتها ميسة عطوة. كتلة ستات وشباب قد التحدي طبعا. ده في الاحتفال بتاعها ما نجحت. طبعا.
وانا طبعا ليا الشرف ان انا في الكتله بتاع ستات وشباب قد التحدي ببني سويف. هي الجميل فيها ان هي مهتميه قوي قوي بدور المراه، ان هي ازاي تشارك في جميع المشاركات الحياتيه، سواء كان على المستوى العملي او سواء كان على المستوى التنموي، سواء كان على المستوى التربوي. يعني هي بتاسس جيل كامل بصراحه. ايوه طبعا جميل قوي ورائعه مشاركه حضرتك. وهنا ده كان في وزاره التنميه المحليه ساعتها برضه اختاروني مجلس قومي للمراه عشان اشارك مع وزير التنميه المحليه والمحافظ المهندس شريف حبيب. اقمنا معرض برضه داخل الوزاره نفسها، وزاره التنميه المحليه بالقاهره، وتم تدريب السيدات وتم طبعا تسويق لمنتجهم. بالظبط كده. جميل. ده بقى كان برضه طبعا المجلس القومي للمراه، بس ده كان في جامعه بني سويف. تمام. المجلس القومي للمرأة عامل دور فعال جدا في الاهتمام بمصممين الهاند ميد. ده كان في جامعة النهضة. ده بقى كان تدريب، دي شهادة حصلت عليها في تدريب في المجلس القومي للمرأة، ودي طبعا أستاذة نرمين. حلوة قوي. أستاذة ليلى أبو عقل. طبعا حلوة قوي إن احنا ندعم الموهبة دايما بالعلم، يعني كورسات وعلم ازاي اختار. جميل قوي. والصورة دي؟ الصورة دي برضو كانت داخل المجلس القومي للمرأة. تمام. دي برضو كانت من ضمن المعارض اللي تمت في الجامعة، كان معرض تاني في الجامعة. دي كان معرض برضو بقى المجلس القومي للمرأة طبعا برعاية المهندس شريف حبيب، كان هو الصراحة متولينا في الفترة دي يعني كتير، كان في النادي الرياضي. وده كان برضو ده كان تدريب برضو داخل المجلس القومي للمرأة. ده كان في النادي الرياضي برضو. احنا عملنا معارض كتير قوي تبع المجلس القومي للمرأة في عهد المهندس شريف حبيب. المجلس القومي للمرأة كان مهتم قوي، بس مش بتدريب السيدات، كمان تدريب السيدات ذوي الاحتياجات الخاصة. كان جميل قوي المبادرة بتاعته، ان هو بيمرنهم ان هي تحديات الاعاقة، مش معنى ان عندك اعاقة ان انت ما تقدريش تبدأي وتنتجي وتقدري تعملي وانت قاعدة في البيت. طبعا. اكسسوري، وتتعلمي ازاي تعدي وازاي تفصلي. كانت مبادرة رائعة برضو كانت مقدمة منهم. ايوه طبعا. ودي هي دي كان في نادي الشرطه اللي فاتت. ودي ده نادي الرياضي. ده كان اوبدين خاص بي انا بقى، انا اللي بعمله يعني. بس تمام. خلاص كده الصور خلصت معايا. جميل قوي. برضو هسألك نفس السؤال، ازاي قدرتي تعملي حالة توازن او تناغم ما بين متطلباتك الحياتية كأم وكزوجة، وما بين ان انت هتنزلي تشاركي في الحياة المجتمعية، مشاركة المرأة بدورها، وما بين ان انت بتقدمي انا هقول فن، انا مش هقول ان هي بس قد ايه الاكسسوار فعلا هواية، يعني هواية مش فن. مصدر يعني رزق او مصدر دخل او مصدر ربح، بقدر ما هو يعني هوايه او حاجه بطلع فيها طاقتي او الحاجه اللي انا بحبها يعني. وطبعا في الاول اكيد كان في طبعا عدم توازن او كده، لحد ما قدرت ان انا يعني اوازن بقى بين البيت والولاد. انا عندي ولد وبنت ما شاء الله ربنا. وطبعا زوجي يعني طبعا كان ليه دور اكيد يعني، يعني انا لو ما كنتش وصلت للمرحله دي لو هو ما عملوش دور. ودايما مدام نرمين مقرره المجلس كانت دايما تقول له انا بص انا معجبه بيه جدا، دايما واقف في ظهرها. كان دايما في اي حاجه تقول له الجمله دي. بصي دايما الراجل لازم يبقى مؤمن قوي باهميه دور المراه. تمام. اكيد طبعا. لان هي لو بصي لو هو ما فيش راجل جنبها يعني مش مساندها او مخليها محبطه او كده، هي مش هتوصل لاي حاجه. لكن هو مساند الراجل هي اللي بتخليها توصل للي هي عايزاه. بنوتك بقى بتبقى عامله ايه وهي شايفه مامي وهي فنانه؟ بتبقى عايز تاخد الحاجات كلها. اقول لك يعني البنات بقى بتحب الاكسسوار، بتعلميها ازاي تساعدك. ساعات تعمل معايا حاجات بقى هي وادم، ادم ابني هي ايسن وادم بيقعدوا يعملوا مثلا حاجات الاطفال اللي هي الحظاظات الاطفال اللي هي مثلا الجلد السلاسل اللي هي الصغنونه بتاع الاطفال، وبيقفوا معايا في الاوبن دي برضو بيعرضوها يعني. فدي بالنسبه لهم بتبقى متعه اصلا يعني. متعه التدريب ان انت دربتي سيدات على ان هم ازاي ينتجوا، وفي نفس الوقت متعه ان انت بتعملي لوحه فنيه وتلاقي حد لابسها بتبقى جميله. الصراحه فعلا يعني انا ممكن ابقى ماشيه في الشارع مثلا اشوف حد لابس، انا بعرف انها بتاعتي يعني، انا بعرف انها بتاعتي. ممكن هو ما يكونش واخد باله ان في ناس بتاخد الاوردرات ديليفري او كده.
في مثلا في اوبن دي يعني حصل لي موقف قبل كده ان واحده جت قالت لي ده في واحده كانت موجوده المره اللي فاتت مكاني كده بتقول لي على فكره، وكنت لابسه عقد، بتقول لي على فكره الشغل ده شغل هبه عبد العزيز. جميل. فعارفه اللي هو يعني كله كده. يعني عايزه اقول لك المديره بتاعتي في الشغل، انا اصلا بشتغل يعني شغل حكومه، برضو كانت عندها دور في المجلس القومي للمراه من يومين، بتقول لي يعني انا شفت كذا حد لابس من حاجتك، انا عرفت ان هي حاجتك. الاجمل من الابداع المصابره. أكيد يعني طبعاً. إصرارك من غير بقى ما تفقدي العزيمة، أو من غير ما تفقدي جزء منك اللي هو لأ خلاص أنا مش هكمل، إصرارك إن أنت توصلي وإن أنت يبقى عندك حلم جميل إن الناس لابسة لبسك. أكيد حلمي يبقى براند أيسن موجود على أرض الواقع يعني. براند أيسن وأحجار أيسن برضو. أيوة. ايوه طبعا اكيد يعني. طبعا صبرت كتير يعني، اكيد كل ما بقع يعني حاجه بتبقى جوايا ان هو ده حلم بتاعي، فهو اللي بيقويني يعني. لان يعني اكيد بتيجي علينا اي انسان بيجي عليه لحظات ان هو بيضعف، مش عارفه اوازن بين البيت، بين مذاكره الولاد، بين متطلبات البيت طبعا عموما وزوجي برده كده، فيعني بنزل شويه بس لا بطلع تاني، وبلاقيهم هما بيشجعوني. وما بين حلمك وما بين برده ان انت تبحثي عن تغيير. طبعا يعني أكيد. عالم الاكسسوار والابداع دايما لازم كل يوم يبقى فيه جديد. بالظبط، وخصوصا لو انت التصميم بيبقى من عندك انت يعني، فاهمه يعني التصميم لو من عندك انت بيفرق كتير، مش بتاخدي حاجه كوبي وبتعمليها، مش بتاخدي صوره مثلا كوبي وبتعمليها، فاهمه هي ده اللي بيفرق، وده اللي بيفرق في تصميماتي يعني. عارفه اللي هو الناس بتشوف كل حاجه مختلفه يعني، ما فيش صوره هتلاقيها شبه الثانيه على جروب من 4 سنين يعني، بدا جروب ب 2016 يعني لحد دلوقتي مش هتلاقي حاجه معروضه شبه الثانيه، عشان كده بقول لك دي بعض الصور. الراحه النفسيه او المود بتاعك بيأثر في رؤيتك للاكسسوار، او ان انت تخرجي نوع شكل معين من الاكسسوار؟ ممكن ساعات، ممكن يعني ساعات ممكن بقفل خالص مبقاش نفسي اشتغل، وساعات تاني ممكن يعني اما اكون مخنوقه لا بطلع احلى شغل، بطلع اللي هو بقفل على نفسي الباب بقى وسيبوني خلاص انا هطلع طاقتي كلها في الشغل. مش عايزه حد يكلمني. اختيارك للالوان بتعتمدي اكتر على مثلا الصيف الشتاء، ولا بتعتمدي على رؤيتك؟ لا انا شايفه ان ده كده مناسب. لا المناسب، اصل انا دلوقتي شايفه يعني الالوان مثلا الصيف والشتاء كله بقى عارفه الالوان المترقعه يعني، عارفه للشباب كمان خصوصا يعني، فهتلاقي لا على حسب اللبس، ممكن الهافانات اكتر، الهافان والبنيات مثلا بتبقى في الشتاء اكتر، فاهمه، لكن الباقي بقى عادي حسب الستايل وحسب اللبس. اتمنى تحققي كل امنياتك. يا رب في يا براند ايسن، واحجار كريمه يبقى عليها برضو ختم البراند بتاع ايسن، وسعيده جدا بوجودك معايا في ستات وشباب قد التحدي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي، ميرسي. استنوني فاصل، اوعى تروحوا في اي حته، معانا ومعاكم زوالس برجر، خلونا نتعرف عليها مع الضيفه اللي جايه ان شاء الله. ورجعنا لكم، والنهارده معانا في اليوم العالمي لمتحدي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه، سنة 1992 قامت الولايات المتحدة ولجنة حقوق الإنسان قالت إن إحنا هنعمل احتفالية بذوي الاحتياجات الخاصة، نفهم مشاكلهم ونقرب منهم، ندمجهم في الحياة المجتمعية إيمانا منهم قوي بدورهم. بعد كده ابتدوا علماء بقى علم النفس والاجتماع قال لك لأ، الناس دي عندهم حاجة جميلة قوي مختلفة، عندهم حاجة اسمها الدافعية، عندهم إيمان وإصرار إن هم يثبتوا وجودهم ويقولوا إحنا موجودين. عشان كده النهارده معانا ومعاكم، وحبيت تكون فقرتي بعنوان زويلس برجر مع دكتوره ساره خرشت، هنتعرف على المبادره، اهدافها ومميزاتها، وازاي هي بتنمي وبتفعل دور ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي هلا. منورانا. بنورك. عنوان الفقره اصلا زويلس برجر اثار كتير قوي من التساؤلات، ايه هي؟ بتتكلم عن ايه؟ اهدافها؟ مين اللي هيشاركوا معاكي في المبادره؟ خلينا بقى نتعرف بيها مع حضرتك. انا سعيده جدا بوجودي معاكي النهارده. انا اسعد يا حبيبتي. النهارده هنتكلم على حاجه مختلفه شويه بالنسبه للاحتياجات الخاصه، هنتكلم على مبادره بشكل جديد، ازاي ادمج الاحتياجات الخاصه بشكل في المجتمع بشكل فعال اكتر. ازاي انا اقدر اخلي الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه يقدر يشتغل ويبقى عضو عامل معانا، وازاي يقدر يبقى انسان منتج حتى لو هو في البيت. الفكره كلها حتى الاسم شكله غريب، زويلس برجر. هي زويلس برجر بمعنى طبعا اسبرجر، هو فئه من فئات التوحد، فائق القدرات او عالي القدرات. لكن بالنسبه لزويل طبعا يعني نتيجه لدكتور احمد زويل،
فقربنا الاسم اللي بعد عشان تبقى زويلز برجر، عشان تبقى مبادره جديده لنفتح صفحه جديده مع ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عالي القدرات. هو اسمه مميز قوي، خليني نعرف مع حضرتك مين اللي ممكن يشارك معاكي في المبادره دي؟ طبعا كل فئات ذوي الاحتياجات الخاصه، بس احنا بنحدد فئات معينه عشان تغيير فكره التاهيل المهني ليهم. بمعنى ايه؟ ممكن عندي اللي يحتاج الاحتياجات الخاصه، الفئات اللي ممكن تشارك معانا في البرنامج. لا الاول نشرح التاهيل ليهم ايه هي، يعني في ناس برضو مش معانا في الفكره دي او مش عارفه ايه هي. الفكره بشكل مبسط جدا ان فكره التاهيل المهني في مصر محتاجه شويه تغيير، شويه نبعد عن النمطيه. التاهيل المهني زمان كان عامل ازاي؟ التأهيل المهني زمان ان هو بيدخل تحت أنشطة الأعمال اليدوية، الحرف البسيطة، الشموع، الصابون، النجارة، الخشب، الحاجات دي كلها. فده دلوقتي مبقاش يعني متناسب مع فكرة تسريع الحياة دلوقتي، الحياة السريعة دلوقتي بالنسبة للتكنولوجيا وكده. ففكرنا بشكل تاني ان احنا ازاي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم قدرات فائقة، ان احنا ازاي ندمجهم في المجتمع بشكل تكنولوجي. بمعنى ان انا هجيب الطفل اللي عليه القدرات بحطه تحت اختبارات معينه وتحت ميوله هو شخصيا، لان طبعا كل طفل بيختلف قدراته عن الطفل التاني، وتنميه مهارات ليه برضه بالظبط. تنميه مهارات، بس الفكره ان انا ببدا بسن صغير برضه، ببتدي اخد الطفل بتاعي اقدر اخليه يبقى متحسن اكتر في قدراته العقليه دي، وهو عنده ميول اوريدي للتكنولوجيا بقدر ادخله في البرنامج بتاعي واقدر اخليه عضو عامل بعد كده. احنا كده بنتكلم عن تعريف الذكاء العام اللي هو البعض بيبقى عارفه اللي هو، وبين تعريف الذكاءات المتعددة. تمام. عرفيني بقى اكتر ايه هو تعريف الذكاء العام وايه هي تعريف الذكاءات المتعددة لذوي الاحتياجات الخاصة. بصي، هو الذكاء بشكل عام هو القدرة التفكير السليم للطفل، او الشكل او القدرة على التفكير، سرعة التفكير والادراك باستجابات منطقية مالهاش اي علاقه بالمشتتات خالص. ده بالنسبه للذكاء العام. بالنسبه للذكاءات المتعدده، ده بيعاب برضو على حاجات كتير، انه دايما اولياء الامور بينتجهوا نحو اختبار الذكاء اللي هو بني. اختبارات الذكاء دايما او الاي كيو هي بتقيس بس مدى تفاعل الفرد او الطفل. تمام. لا، الذكاءات المتعدده ده بشكل تاني. في دايما بتفتقر الذكاءات اختبارات الذكاءات للذكاءات المتعدده بالزبط. اللي هي زي ايه بقى حضرتك؟ زي الذكاء اللغوي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الرياضي او الذكاء الاستدلالي، وذكاء المشاعر. وذكاء المشاعر طبعا، وذكاء الخطابه. ان الطفل او الانسان بشكل عام بيبقى عنده تعدد في الذكاءات. مش كل انسان بيبقى عنده ذكاء واحد اللي هو بنحتكره في الاي كيو اللي احنا بنعمله الاطفال. هو المفهوم دلوقتي العام ان هو لازم يكون التحصيل الدراسي بتاعه متميز ويجيب بالزبط اعلى الدرجات. لا لا لا، مع انه عاده ده بيبقى ذكاء بس اللي هو ذكاء التحصيل مش اكتر. بالظبط كده. لكن لا، الطفل بيبقى عنده ذكاءات متعدده كتيره جدا، حتى ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى عندهم ذكاءات متعدده، مش شرط ان هو حتى لو هو غير ناطق. طيب عرفيني اكتر بالنسبه دي للذكاءات المتعدده. طيب. وفي مهارات طبعا هو بيكتسبها الطفل اللي بيبقى مشارك معاك. طفل التوحد ايه هي سماته وايه هي مدى مشاركته معاك؟ بصي، اطفال التوحد طبعا بتختلف صفاتهم وسماتهم عن اي طفل تاني. طفل التوحد بيبقى فيه مستويات او ليفلات معينه بيقدر يشارك معانا فيها. مش كل اطفال التوحد طبعا تقدر تشارك في المبادره معانا، بس احنا بنختص بالقدرات الفائقه او الطفل الاسبرجر. هو عادة الناس بيقولك في حاجة اسمها سمات توحد وفي حاجة اسمها طفل توحد. ده المفهوم الخاطئ. عرفيني بقى المفهوم السليم مع حضرتك. اولا مبدئيا مفيش حاجة اسمها سمات توحد اصلا. هو الطفل يا عنده توحد يا ما عندوش، هي بس درجات مش اكتر. بالظبط كده. هو الطفل بيتولد بالاضطراب النمائي ده عنده. هو بس هي الفكرة بس ان انا بقيس شدة التوحد عنده ازاي. بس هي دي كل الفكرة. طيب. مفيش حاجة اسمها الطفل صاحب صدى الكلام او تردد الكلمات، الايكولاليا. هل الطفل دوت مريض توحد؟ مش كل الاطفال اللي عندهم اكولاليا او المصاداه بيبقى طفل توحد طبعا، لان ممكن يكون عنده ضعف في اللغه التعبيريه بتاعته. فممكن حضرتك بتساليني مثلا، تسالي طفل صغير اسمك ايه، يقول رد عليكي برضو اسمك ايه. مش معنى كده ان انا عندي توحد، لا، هو ممكن يبقى عنده ضعف في القدرات اللغويه التعبيريه عنده. فده مش شرط خالص ان هو يبقى عنده طفل توحد خالص. اطفال الداون، اطفال الداون بقى ليهم باع طويل. اطفال الداون اطفال الداون بقى طبعا هم الحته الشمال زي ما بيقولوا. اطفال الداون احنا طبعا مش ناسينهم في المبادره بتاعتنا. بس احنا اطفال الداون بيختلفوا معانا بفئاتهم زي برضو اطفال التوحد. اكيد. اطفال الداون بيبقى ليهم ثلاث مساويات برضو زي اطفال التوحد، في القابل للتاهيل وفي غير قابل للتاهيل وفي فائق القدرات اللي هو المزايق.
امتى الام تعرف ان ابنها طفل موزايك؟ وعرفيني ايه هو الطفل الموزايك. الطفل الداون الموزايك هو برضو يبقى طفل داون، بيبقى ليه برضو سمات الداون كلها، بس الفكره بس ان ايه هي سمات الداون؟ لان انا دلوقتي البعض يعني بيسوء الفهم، ايه هي سماته؟ اعرفه ازاي؟ اتعامل معاه ازاي؟ هو الداون سيندروم او الداون متلازمه الداون دي عباره عن متلازمه ناس معينين بيتفقوا بصفات معينه بشكل معين زي الصينيين مثلا، فنتيجه اختلاف الكروموسوم. بالظبط اختلاف الكروموسوم ال 21، بس احنا مش عايزين ندخل في الناحيه الطبيه شويه، لان هم دايما بيقولوا السمات الخارجيه. السمات الخارجيه بيمتازوا بشكل مميز، بيبقوا كلهم بالزبط الى حد ما قريبين من بعض. احنا بناخد الفئه اللي هي اعلى القدرات فيها اللي هي الموزايك. الام بتقدر تكتشف الطفل التوحد بشكل عام في اول 3 شهور في الحمل، بتقدر تاخد عينات من الخلايا القفويه، الدكتور بيقدر يحددها وبيقدر يحدد ساعتها ان الكروموسوم 21 بدا ينقسم ونحدد نوع الداون فيها. فاحنا بنختار الطفل الموزايك اعلى قدرات اللي هو يشبه للطبيعي. هل الوراثه بتاثر في الطفل؟ طبعا الوراثه بتاثر في يعني كل شيء، ممكن لو الخال او الجد او العم او كده. طبعا 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 بتاثر، بس الداون مش كل عيله فيها شخص داون تقدر يعني تجيب شخص داون تاني، مش شرط خالص. عاده الام اللي بتبقى عندها حاله القلق دي لما بيكون في العيله في طفل داون، فبتبتدي من فعلا من الشهر الثالث تبتدي تعمل التحليل. طبعا ده طبعا ده اكيد، ده لازم او اي اختلال تاني او اختلال او اضطراب تاني في العيله، مثلا قرايب في العيله حد عنده اضطرابات عقليه، حد عنده فيه مشكله وهو من صغره، لازم كل ده نتجه طبعا للطبيب. نرجع تاني للمبادره. تمام. المبادره عندك قلتي الاطفال المشاركين فئه كبيره جدا من ذوي الاحتياجات الخاصه، سواء كانت داون او الاوتيزم او صعوبات تعلم. اطفال صعوبات التعلم ممكن بياخد جزء مننا، بس كل ده بيقطع تحت اختبارات معينه وحاجات مخصصه ليهم وتقييمات احنا بنعملها للاطفال دي عشان تقدر تدخل معانا المبادره. طب خلينا نشوف فيديو كده مع بعض. ماشي كي. لحضرتك اتفضلي. طيب هنا الاطفال بيبتدوا يتعلموا البرمجه عندنا في المركز، عندنا في مركز الوان. اي اطفال؟ اطفال اطفال الداون، وعندنا اطفال توحد، الاوتيزم والداون، بيبتدي تعليمهم برمجه كمبيوتر. بالظبط كده. تمام. اوريدي احنا عندنا اطفال دلوقتي ما شاء الله بقوا بيعرفوا يشتغلوا البيزك بتاع الكمبيوتر، بيقدروا يجتازوا دلوقتي امتحان الاي سي دي ال. كان جاي عنده مثلا تاهيل او حاجه ولا لا؟ هم بيجوا طبعا على المتاهلين، ان هم سنهم كبير اصلا. هم بيبقى سنهم كبير، او احنا بنبدا عندنا شغال عندنا من 7 سنين. بنقدر ندرب الطفل على القدرات بتاعته، بس المهم يكون هو عنده ميول اوريدي للتكنولوجيا. مش بخصب الطفل طبعا على اي قدرات هو بيقدر يشتغلها. هنا الاطفال بيبتدوا يدخلوا في الوورد وبداوا يتعلموا ازاي يكتبوا على على الكمبيوتر واللابتوب بعيد خالص يعني عن الموبايل. يعني مرحله التعليم. تمام. طبعا بيكتسبها بكل مراحلها زي الطفل زي الشخص الطبيعي تماما، بس الفرق بقى هنا ان قدراتهم العقليه اعلى من الاطفال العاديه التوحد. ومش شرط هنا كمان الطفل يبقى ناطق او غير ناطق. مش بيفرق معايا، انا المهم ان هو بيقدر يفهم لغه الكمبيوتر ويقدر يتعامل معاها بشكل سليم. ده اللي يهمني في الموضوع. وانا زي ما انتم شايفين الطفل بنفسه هو اللي بيتحكم في الالوان. جميل قوي، رائع. في الالوان اهو ابتدي يتحكم في الجدول وبشكله لوحده تماما بدون اي مساعده. فدي بتغير فكره تماما بشكل التاهيل بشكل عام في مصر. كتير جدا من اولياء الامور بيبقوا رافض ان ابنه يخضع لفكره التاهيل المهني البسيطه، وبيبقى عنده ايمان ان هو ابنه يكون افضل واحسن. ما هي فكره التاهيل المهني لاي شخص مفروض تبقى متواجده من الصغر. يعني انا فكره دايما لما بشتغل مع الاحتياجات الخاصه ببص لبكره في ايه، مش النهارده انا بشتغل ايه. حتى لو قدراته ضعيفه دلوقتي ممكن لما يكبر ادراكه يعلى ويبتدي قدراته تعلى معايا وابتدي اشتغل معاه بالشكل ده. قدراته بتعلى نتيجه لتنميه الدفاعيه ولا نتيجه لاكتسابه مهاره التعليم؟ لا طبعا الدفاعيه، لما اهم حاجه عندي الدفاعيه ان انا بشتغل عليها مع الطفل. يعني بتبتدي الاول الجزء النفسي بتنميه الدفاعيه ان هو يبقى عنده انت ليك دور، انت تقدر تبقى احسن. طبعا هو مش بشكل بيشتغل، احنا ما بنشتغلش مع الاطفال بشكل مباشر زي حضرتك بتقولي، لا. احنا بنشتغل باشكال تانية وانماط تانية بنشتغل مع الطفل بيها، بس نخلي له عنده روح الدفاعيه. زي مثلا قدراته العقليه اوريدي هي مؤهله لده. تاني حاجه الطفل يبقى مستوعب هو انا بعمل ايه وليه،
عشان كده يقدر يتعامل بعد كده مع الحاسوب او الحاسب الالي او اللابتوب. تنميه الادراك والفهم. طبعا طبعا ده ما بيأثرش خالص على القدرات الطبيعيه للطفل اللي احنا بنشتغل عليها اصلا من هو صغير وعنده 3 سنين او سنتين ونص بنشتغل عليه. دي بتبقى حاجه تكميليه بس ما ببداهاش من صغره برده، ببداها وهو عنده 7 سنين 8 سنين على حسب قدراته دلوقتي متوافقه مع المبادره او البرنامج التأهيلي التكنولوجي اللي احنا حاطينه. مده المبادره قد ايه؟ هي على حسب برضو قدرات الطفل بس احنا عاملينها متوسط من سنة لثلاث سنين. طيب شايفة حضرتك ان هيقدر طفل من سنة لثلاث سنين ان هو يقدر يسابر او يقدر يقاوم ان هو ما يحصلوش حالة خمول او يحصل له حالة الفشل لا انا مش هكمل؟ لا بالعكس خالص، احنا عندنا كل اطفالنا الله اكبر في مصر زي ما انا دايما اقول طول عمري يعني ان الاطفال في بشكل عام زمان قوي يعني اطفال الكتب اللي احنا قرينا عنهم في التراث الكتب دايما انالوج، اطفال نمطيين جدا ما فيش اي حاجه بتلفت نظرهم، طفل هادي عايش لوحده بدنيا في عالم لوحده. لا دلوقتي الدنيا اتغيرت، دلوقتي الطفل التوحد هو اقصى انواع الاعاقات العقليه اللي هي دلوقتي موجوده. هو بيقول لك هو اصعب حاجه في الاحتياجات الخاصه بشكل عام، لا دلوقتي بيقدر يقعد على الموبايل ويقدر يجيب الفيديوهات على اليوتيوب ويقدر يغير شكل الموبايل في البرامج، الحاجات كلها دلوقتي اتغيرت مش زي زمان. فاوريدي هو ده اللي شجعني ان انا اعمل المبادره دي، ان هو يبقى حاجة أنا شايفاك بكرة جينيوس. أنا شايفاك جينيوس. ده حلم أي أم على فكرة من أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص الأوتيزم. طبعًا. إن هي بتبقى حلمها أشوف ابني أحسن حاجة في الدنيا. بصراحة هو مش كل الأمهات عندها الدفاعية دي، يعني في بتيجي مرحلة للأم بتبقى حاسة بالإحباط، هو أنا ممكن أشوفه كده؟ هو أنا ممكن يبقى كويس؟ انا الطفل لما بيدخل عندنا المركز من أول يوم أنا بعرف هي قدراته إيه، بعرف هو احتياجاته إيه، أنا شايفاه بكرة فين. وده مش هيحصل غير بالإيمان مني ومن الأم، لأن احنا الاثنين بنكمل بعض دايرة واحدة. انت منك نتيجة الخبرة، لكن الأم برضو إلى حد ما بتواجه حاجات في المجتمع وانتقادات للطفل ده مش بتجرحها بس، عايزة أقولك إن هي بتوجعها وزي ما بيقولوا كده بالبلدي بتقسمها نصين. بص يا سارة أنا ما اختلفش معاكي، بس الفكرة إن أنا إزاي أعدي مرحلة الصدمة. ممكن يبقى عندي صدمة سنين، الفكرة إزاي أعدي مرحلة الصدمة لما أشوف ابني بيبتدي يتكلم. انا كتير قوي كنت اسمع اول طفل يجي لنا المركز عندنا انا نفسي بس يقول لي يا ماما بعد سنه ونص من الشغل يا ماما، قال لي يا ماما. لا الاحلام بتكبر معانا، بس خلق الامل في الامهات، لان طبعا. انا بحس ان قد ما الطفل بيبقى عايز يطلع مشاعر الحزن عايز يطلع مشاعر السعاده بس لسه مش قادر يطلعها، قد ما فرحه الام ان هو وصل للمرحله دي. تمام اكيد طبعا اكيد اكيد كل الحاجات دي كلها مهمه جدا، واحنا دايما بنعمل حلقات ارشاد اسري للام عشان نقدر نديها الحافز طول الوقت، ولا انت تقدري؟ بس لازم في نفس الوقت يعني انا انصح كل ام انها تحافظ على ابنها، ان احنا شغلنا لوحدنا مش كفايه، لازم انت معانا ايد بايد وخطوه بخطوه وتبقي متاكده ان ابنك باذن الله في المرحله الجايه يبقى احسن بكتير. طب شويه اسئله كده شائعه. أوكي. يقول لك ابني بيقعد على الكمبيوتر كتير، ابني بيقعد قدام الموبايل كتير، قدام التلفزيون كتير، انا كده ابني هيصاب بتوحد. للاسف دي من اكتر الاسئله المحبطه في الحياه. طب اشمعنى ابنك يجيله توحد وابن ناس كثيره في الجيران ما جالهمش؟ دي اكيد وصلتك. طبعا لا طبعا ما فيش حاجه اسمها ابني جاله توحد من التلفزيون دي خالص. هو اوريدي الطفل بيبقى مولود عنده اضطراب طيف التوحد، او الطفل مولود اوتيزم، هو بس التلفزيون ما هو الا ان هو ايه بيساعد على ظهور اعراض ابني مش اكتر من كده. ما هي دي اللي انا كنت عايزه اوضحها، طفل الاوتيزم ما عندوش لسه خبرات حسيه، يعني لسه مش رابط علامات الحزن بمعالم بوش يبقى حزين ازاي او العكس، لكن الطفل الثاني هو بالفعل عنده الخبره دي، لكن هو حابب نقول ايه الخجل الاجتماعي او التقوقع قدام ده. اكيد اكيد طبعا. يعني ده يروح لاخصائي تخاطب وده يروح لاخصائي نفسي. بالظبط كده، بس هي الفكره كلها ان التلفزيون فترات طويله، لان هو دايما طول الوقت ان هو بيستقبل بس، لكن بيعبر ما فيش تعبير. ماما بتتكلمش معايا، ماما بتشتغلش معايا، ماما ما بتساعدنيش في حاجه، عايزه تخلص مني عشان تروح تعمل حاجه او تكلم صحابها، على طول قدام التلفزيون، وده بشكل كبير مش سليم. بعمله ليميت. المبادره الجميله بتاعت حضرتك طبعا، خلينا نقول مين دعمك فيها عشان نقدم له كده كل التحيه والتقدير في نهايه طبعا حلقة. ما فيش حد الصراحه انا كلمت عن المبادره بتاعتي الا اعجب بيها جدا وحس ان الدنيا جميلة. الدنيا لا بكره في الدنيا منوره والشمس طالعه. ما انكرش طبعا فضل الاستاذ احسان، استاذ احسان وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بني سويف، كانت اكبر دعم لينا في الحمله بتاعتنا. بصراحه بتدعمنا بكل قوتها ماديا ومعنويا ونفسيا بصراحه، وهي يعني
جنب الى جنب معانا في كل خطواتنا. وصراحه هي من احسن الناس اللي جت في الوزاره عندنا في التضامن الاجتماعي، وبشكرها وبشكر كل اولياء الامور اللي ساعدوني ان انا اقدر احقق جزء بسيط من حلمي انا زويلز برجر، ان انا اشوف في يوم من الايام الاطفالنا في احسن مكانه ويقدروا يبقوا قوة عاملة فعلا، ويحصل فعلا اندماج للمجتمع فيهم، ويحصل عندنا روح من التعاون ما بيننا بشكل عام، ونحس ان الطفل طبيعي ما عندوش اي اختلاف بينه وبين الطفل الطبيعي خالص. انا عايزه اقول لك ان انا سعيده وفخوره ان في دكتوره مصريه بتهتم بالفئات دي بالشكل ده، وبتدور على احسن ما فيهم وتطلعه للمجتمع. سعيده بوجود عظيمات مصر كانوا معايا النهارده وحضرتك منهم، سعيده بوجود نماذج زي كده في المجتمع المصري قادره على مواجهه التحديات والصعوبات. بصراحه انا ليا الفخر ان انا النهارده كنت معاكم كلكم، واقول لكم ايه، تحيه وتقدير لعظيمات مصر الجميلات في جميع التخصصات، سواء كان العمل الاجتماعي او السياسي، او سواء كان الهاند ميد، او سواء كمان لذوي الاحتياجات الخاصه. صباحكم بألف خير والف سعاده، وسعيده جدا بوجودي معاكم. مع الف سلامه.